لو بيدي يا حنين كنت ظلمك واتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن امي يا الحال الاجل بينك وبيني صوت الموت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسمى بالسماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسني والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ما إن بقيت ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا بربا ووهادي لكن ما لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك من فوق سبع شدادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذهب ليل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد واله فتاح لخزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد باد الظنا يشكو على ظهر المطاع غل الغيود وغلة الأصفاد ما لي أراك ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنتي سجايا آيات قلبوه عن نطعي المسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدايا آيات والله سمعنا المريض بارونا يا صبح ومسية يتفجدونا ما شفنا المريض ربطونا وبحبال خشنة يجدفونا يا وبحبال خشنة يا يجدفونا
وين وين أحلى ما يجونا ومن عيد الأعادي خلصونا والله ومن عيد الأعادي يا خلصونا. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج لشفاء المرضى لقضاء الحوائج للرحمة للموتى لعافية الأحياء لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بادئ ذي بدء أشكر الأخت الكريمة التي أرسلت لي الكتب الكتابين الذين لي وللحسينية بيد الأخ أبو علي الشطي، فجزاها الله خير الجزاء وهدية مقبولة، وشكر الله سعيك يا أختي الكريمة. إن في مبحث إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثير من الأسئلة، وأنا أخرتها لهذه الليلة متعمدا. كثير من الأسئلة يقول لك ما هو الدليل على أن الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 إماما، ومن هم الأئمة الذين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب المسألة واضحة وضوح الشمس، عندنا الدليل نستنزعه من القرآن لأنه لا اجتهاد أمام النص يا مؤمنين. النص ما هو النص؟ أما أن يكون القرآن الكريم، وأما أن يقول قولا أو يكون كلام المعصوم قول المعصوم، يعني قول النبي أو المعصوم الذي هو الإمام، لا اجتهاد أمامه أبدا. يعني إذا الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه شيء حلل حلالا وحرم حراما، بعد ما في أحد يجي عالم مرجع مجتهد إنسان فلان يقول لا والله أنا كيفي هذا أبي أحلله وهذا أبي أحرمه، لا اجتهاد أمام النص. النص ما في اجتهاد أمامه. النص ما هو؟ أعيد وأكرر، النص هو القرآن الكريم وقول النبي وقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا قال الله وقال رسوله وقال الإمام، بعد ما لأحد أن يقدم أو يؤخر بقول هؤلاء، لأن قول الله قول الحق وقول الرسول وقول الأمة هو عطفا على قول الله سبحانه وتعالى بصريح الآية ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينسحب على الإمام ينسحب على الأئمة. طيب النبي الأعظم يا شباب عندنا أكثر من 70 حديث، اسمعوا اسمعوا يا شباب، أكثر من 70 حديث بمختلف أنواع الطرق ومن كتب العام والخاص من الفريقين تدل دلالة واضحة كالشمس في رابعة النهار على أن الأئمة من بعد النبي 12 إماما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سوف أتيك بعدة روايات وبعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أدخل في الموضوع الرئيسي وهو موضوع الحجة، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه الشريف. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يروي في الترمذي والنسائي وصحيح مسلم وصحيح البخاري وسنن أبي داود، ويروي في كثير من كتب العام والخاص بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الآية بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منها 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، قال وأيم الله أولئك هم أهل بيتي 12 إماما كنقباء بني إسرائيل. اللهم صل على محمد
وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعدي 12 إماما كلهم من قريش. تخصيص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأئمة من بعدي 12 إماما كلهم من قريش من ولد فاطمة سلام الله عليه. هذا حديث آخر. حديث آخر: الأئمة من بعدي 12 إماما كلهم من قريش من ولد فاطمة، 9 منهم من ذرية أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم. هذه الأحاديث واضحة وموجودة في بطون الكتب، ليس خافية على أحد أبدا. وجاء رجل يسأل رسول الله، هذا يسمون الحديث التخصيصي. اسمع يا حبيبي حتى يكون الجواب واضح للكل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أقفل راجعا من حجة الوداع من غدير خم، ومعروف رسول الله ماذا قال في غدير خم؟ قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه، حيثما دار علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا، القرآن وعلي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فأراكم فيما قد خلفتكم فيه، أوفيتم ببيعتي هذه أم جحدتم بها؟ هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي أقفل راجعا إلى المدينة المنورة. لاحظوا مؤمنين، المتتبع لسيرة الحديث، المتتبعون لسيرة حديث النبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفترة الزمنية من غدير خم إلى وفاة رسول الله في 28 صفر، ترى فترة جدا قصيرة مو كبيرة جدا. لكن لاحظوا الأحاديث التي في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ها؟ وهذه الأحاديث التي لا انتهاء لها. فجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وآله: من هم أهل بيتك الخلفاء الراشدين؟ الآن عرفنا بأن من بعدك نصبت ابن عمك علي بن أبي طالب صلوات، بصريح حديث يوم الغدير وبصريح الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بصريح الآية أنه اكتمل الدين وتمت النعمة ورضى الرب بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل: من هم أهل بيتك؟ قال: وأيم الله، النبي أمام أصحابه، وكما قلت لك وسوف أعطيك مصادر أخرى. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: وأيم الله، إنهم 12 إماما كنقباء بني إسرائيل كلهم من قريش، زعيمهم وسيدهم ورئيسهم هذا ابن عمي وخليفتي وأخي وهاروني وأبو أسباطي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قيل: يا رسول الله، ومن بعده من؟ قال: وأيم الله، من بعده ولداه سبطاي وريحانتاي من الدنيا وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قيل: يا رسول الله، ومن بعدهما من؟ قال: 9 من ذرية الحسين يقدمهم زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على، ثم محمدا الباقر، فجعفر الصادق. نص قول النبي، ها
هذا نص قول النبي. ثم محمدا الباقر، فجعفر الصادق، فموسى الكاظم، فعلي بن موسى الرضا، فمحمد الجواد، فعلي الهادي، فالحسن العسكري. ثم وقف النبي وضع يده على رأسه وقال: آخرهم قائمنا آل محمد صلوات الله وسلم. يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا كلام النبي. وعندنا حديث آخر تخصيصي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا أيضا مروي بالصحاح الستة لإخواننا أبناء السنة والجماعة. التحديث يسمى حديث تخصيصي. النبي صلى الله عليه وآله يروي عن الأئمة إماما بعد إمام، بل أكثر من ذلك يحدث عن مصارعهم وأين يدفنون. فهو يقول بأن هذا ابن عمي، هذا يضرب على قرنه في بيت في أفضل بيوت الله، في شهر من أفضل شهور الله، في ليلة من أفضل ليالي الله. ثم يأتي إلى الإمام الحسن ويقول: أما ولدي هذا فيدفن في البقيع، من زار ولدي الحسن في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. اللهم صل على محمد وآله. ثم وطبعا لما يذكر يقول: وإمام، وهذا ولدي إمام. ثم يقول: ولدي الحسين إماما مفروض الطاعة، يقتل بأرض يقال لها أرض كرب وبلاء، عطشانا غريبا وحيدا بين عصابة تدعي أنهم من أمتي لا أنالهم الله شكرا. ثم يأتي إلى الإمام زين العابدين وهو يقول: وأيم الله كأني بمناد ينادي يوم القيامة، أين زين العابدين، أين زين المتهجدين؟ فيقوم الإمام الرابع، الخليفة الشرعي الرابع، الإمام زين العابدين، ووجهه في المحشر كفلقة قمر طالع. ثم يقول: يا جابر ابن عبد الله، ثم من بعده يأتي ولده محمد الباقر يبقر العلم بقرا وينثره نثرا، وأنك سوف تدركه يا جابر فأبلغه عني السلام. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم من بعده يأتي جعفرنا صادقنا آل محمد حتى ينتشر مذهبنا أهل البيت، لأن ما انتشر المذهب، أنت يسمونك جعفري ليش؟ نسبة لمن؟ لجعفر ابن محمد الصادق. جعفر ابن محمد الصادق خلف ثروة علمية فائقة الحد والمجال في شتى مناحي الحياة، لأنه أكثر إمام حصل فرصة فسحة في هذه الدنيا ليظهر العلوم، علوم الأولين والآخرين، ما ظهرت علوما لأهل البيت كما ظهرت في عهد جعفر ابن محمد الصادق، حتى كل يقول حدثنا جعفر ابن محمد. ومعروف المذاهب التي قد تتلمذت، وين تتلمذت؟ على يد من؟ على الإمام جعفر بن محمد. حتى قال النعمان: لولا السنتان لهلك النعمان. صحيح؟ هذا غير مخفي. ثم يقول ويستدرج النبي يقول: وسوف تدفن بضعة مني بأرض طوس، ما زارها مهموم ولا مغموم إلا وفرج الله همه وغمه، ووجبت له الجنة إذا زاره عارفا بزيارته. وراح النبي يفصل، هذا يسمى الحديث التخصيصي. أنا ما بياخذ الوقت لأن عندي البحث طويل، ولكن كمقدمة بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أئمة حق، هداة راشدون مهديون بأمر الله، وجعلنا في الأرض خليفة. يا مؤمنين، الجعلية من الله، الخلافة من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة إلى الحق يهدون، أو بالحق يهدون. المسألة الوآية واضحة من الله سبحانه وتعالى. الآن تعال إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أولا دعونا نتفق على شيء واحد، بأن قضية الإمام الحجة هي قضية عالمية بدون استثناء. يعني لو ذهبت إلى أي مذهب من مذاهب العالم، اضرب بهذه الكرة الأرضية يمينا وشمالا شرقا وغربا، الكل يؤمن بقضية الإمام الحجة، ولكن على اختلاف أذواقهم وعلى اختلاف آرائهم، ولكن الحجة الفكرة قائمة واحدة. ما هي؟ بأنه سوف يخرج في آخر الزمان رجل مصلح
الله سبحانه وتعالى على يديه يصلح الكرة الأرضية بأكملها بعدما تمتلئ من الظلم والجور والفساد والعبث بيد الإنسان. الآن المسيحيون يقولون عيسى فلان، البوذيين يقولون فلان، ناس يقولون ولد، ناس يقولون ما ولد، المسلمون أيضا عندهم اختلاف، المسلمون عنده اختلاف أيضا، الجعفرية يقولون لا والله هو ولد وهو الإمام الحجة. الآن هذا اختلاف، ولكن هناك حزمة واحدة مشترك فيها، وهي بأن الإمام الحجة بأنه رجل مصلح يخرج في آخر الزمان فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فلا هناك اختلاف على جميع مذاهب العالم على أن هناك سوف يخرج رجل مصلح لا محالة في آخر الزمان. طيب، الآن هذا اتفاق مشترك لجميع العالم. دعونا نتكلم بالأحاديث التخصيصية لأهل البيت وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو لم يبقى من الدنيا، لما سئل عن القائم قال: يا رسول الله وما القائم؟ قال: القائم منا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم نطق بالحديث المشهور المعروف: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل كلنا محمد صلوات الله وسلامه. ثم يقول: والله لا تتصرم رسول الله، لا تتصرم الأيام والليالي حتى يخرج قائمنا أهل البيت من ولدي، من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب، يواطو اسمه اسمي فيملأ الله على يديه الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذه الأحاديث التي لا انتهاء لها كما قلت لك، عندنا فقط في الإمام الحجة أكثر من 40 حديث، مع ملاحظة شديدة: جميع الأنبياء من آدم إلى الخاتم ذكروا الحجة، لأن الإمام الحجة شيء مفروض. قيل: يا رسول الله، السفيان يخرج ولا ما يخرج؟ قال: إذا شاء الله خرج، وإذا لم يشأ لم يخرج. يسألونه عن الأشياء الغيبيات، قال: إذا شاء الله يفعل. وإذا قيل له: وعن الإمام الحجة؟ قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم. يعني شيء حتمي هذا، ها؟ يعني شنو معناه؟ أنه شيء حتمي. لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، فيخرج فيه قائمنا آل محمد فيملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ثم لاحظوا الإمام السجاد في خطبته العصماء في ذلك المسجد على تلك الأعواد، عندما قال: يا يزيد، لعنة الله على يزيد، عندما قال: يا يزيد، أتسمح لي أو تأذن أن أصعد هذه الأعواد؟ ما سمى منبر، لأن هذه الأعواد التي لا يذكر فيها فضائل أهل البيت ليست بمنابر، هذه أعواد. قال: أتسمع أو تأذن أن أسمح أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيها رضا ولهؤلاء الجلوس أجر وثواب؟ أول أبا طبعا لما صعد الإمام ماذا قال؟ قد حمد الله أثنى عليه، ذكر النبي صلى عليه: صلوا على محمد وآل محمد. ثم قال: لاحظوا كلام الإمام، وهو الإمام الرابع السجاد: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. لاحظ: أعطينا العلم، العلم التام الشامل الكامل الغير منقوص، عالمون بما كان ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة، العلم التام الشامل الذي هم من نور الله وهم من نور الله خلقوا، لا يوجد إلا عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. أعطينا العلم والحلم، أهل البيت حلماء، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة بعد والمحبة في قلوب المؤمنين. ها، أحمد الله، اسجد لله شكرا، اسأل الله في كل يوم في كل صلاة ألا يسلبك محمد محبة محمد وآل محمد، لأنها هي الجنة، هي الجنة. هذا قاعد عند الإمام الصادق عليه السلام، قال: اللهم ارزقنا الجنة، يدعو دعاء. قال له الإمام: وما قلت؟ قال: أسأل الله أن يرزقنا الجنة. قال: أنتم في الجنة. قال: مولاي، وين وين الجنة؟ إحنا بالدنيا، ها، ورانا الموت والبرزخ ثم عالم القيامة، فتطاير الكتب
فالميزان فالصراط كذا. قال أولستم محبون مخلصون لنا أهل البيت. فهم كلام الإمام؟ أعيد كلام الإمام عشان تسهر في إذنك. تمام. محبون مخلصون لنا أهل البيت. قال بلى. قال والله إذن لا يحول بينكم وبين الجنة وأنتم في جنة الدنيا والآخرة إلا أن تغمض عينيكم، فمن أخلص في حبنا آل محمد فإن مأواه إلى الجنة. إني سمعت عن أبي عن آبائه عن أجداده عن رسول الله قال من مات على حبنا أهل البيت مات شهيدا، ألا ومن مات على حبنا آل محمد مات مغفورا لذنبه، ألا ومن ماتنا ألا ومن مات على حبنا آل محمد تزفه الملائكة إلى الجنة كما تزف العريس إلى عروسه. فهذه نعمة يستشهد بها الإمام، والمحبة في قلوب المؤمنين. بعد يقول وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلوات الله وسلامه، ومنا الصديق يعني أمير المؤمنين، ومنا الطيار جعفر ذي الجناحين في الجنة، ومنا أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ها؟ ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين سبط هذه الأمة، منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة، ومنا سيدة النساء فاطمة الزهراء بأبي هي وأمي. ثم يقول ومنا قائم هذه الأمة، مهدي هذه الأمة، صلوا على محمد، ومنا مهدي هذه الأمة صلوات الله. يشير إلى من؟ إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالإمام الحجة هو الإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين، وهو حي يرزق، ولد بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. له غيبتان، الغيبة الصغرى لأن الإمام العسكري عليه السلام الإمام الحجة ما أظهره للكل، وأنتم لاحظين حتى في قضية ولادة الإمام الحجة هناك إعجاز جعله الله كأم موسى. فرعون كان والعياذ بالله يشق بطون الحبالة، جاءوا له هذول السحرة قالوا له يا فرعون سوف يولد في هذا الزمان من ينكس عرشك وسوف تقتل على يديه. فبدأ فرعون شنو يسوي؟ راح حط العيون والمراصد، بدأ يذبح الأطفال، والواضح القرآن يستحي يذبح رجالهم ويستحيي نساءهم. فبدأ يذبح الرجال التي تخفي الحمل، النساء التي كانت حوامل كان يبقر بطون الحوامل فيقتل الأجنة في بطون أمهاتها خوفا على شنو؟ أن يخرج هذا المصلح أنه يقتله كذا. فأخفى الله حمل نبي الله موسى وهو جنين في بطن أمه. نفس القضية انتقلت إلى الإمام الحجة، أخفى الله الحملة للإمام الحجة لأن العيون العباسية في تلك الوقت وضعت المراصيد تترصد الإمام بأنه إذا ولد الإمام الحجة اغتالوه في الحال. فالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أخفى، حتى أنه تقول السيدة حكيمة قال لي يا عم يا أختا اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة، وطبعا أرجى ليلة بعد ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، ليلة ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أرجى ليلة فيها تقسم الآجال وفيها تقسم الأرزاق وفيها بركات عجيبة. وإذا تروحون تراجعون صاحب المفاتيح أو ضياء الصالحين لتروا مقامات هذه الليلة العظيمة والأدعية والصلوات المستحبة والصدقة كذا إلى آخر. طيب فأخفى الله الحمل، تقول فجئت قلبت نرجس أم الإمام بأبي هي وأمي، ها؟ قلبتها بطنا عن ظهر لم أرى، قلت يا مولاي إني لا أرى فيها حملا. قال إن مثلها كمثل أم موسى، أخفى الله حملها سوف يظهر أمر الله عند الفاجر. تقول وإذا بعند الفاجر
مع بعد أن صلينا صلاة الفجر، وإذا بها قد ظهرت عليها بوادر الحمل وشع منها نور، فضرب بيني وبينها بستار، وإذا بالصبي ساجدا لله رافعا سبابته وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدي محمد رسول الله، وأن أبي أمير المؤمنين علي ولي الله. وراح يعد الأئمة إمام بعد إمام حتى وصل إلى نفسه الشريفة وهو يقول: وأشهد أني إمام مفترض الطاعة وحجة الله على خلقه. فالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ولد بأبيه هو وأمي، فأخفاه الإمام العسكري لمدة 5 سنوات وبضعة أشهر، خوفا أيضا من العيون العباسية ومن المراصد، فما كان يظهر إلا للخواص من شيعته. ثم لاحظوا لما سمى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على قاتليه، ها، قيل له: يا ابن رسول الله، من الذي يليك؟ لأنه لا يلي الإمام إلا الإمام الذي مثله. قال: إن الإمام من بعدي يليني كما وليت أنا أبي وأبي أباه وأبوه. وهذا كلام، ها، تقول الرواية: فلما قضى الإمام نحبه وقفنا حائرين بينما نحن كذلك، وإذا بصبي ذا 5 سنوات قد خرج علينا وجهه كفلقة قمر طالع وهو يقول: تنحوا عن أبي، فأنا الذي أولى به بتقصيره وتكفينه والصلاة عليه. 5 سنوات وإحنا ما عندنا اعتناء بالصغر والكبر لأهل البيت. أهل البيت يا مؤمنين يولدون في هذه الدنيا الولادة الظاهرية، إحنا نتكلم عن ولادة ظاهرية، وإلا نتكلم في الأنوار وفي الأشياء هذه قد بعض الناس وخاطب الناس على قدر عقولهم. على العموم، يولد الإمام بأبي هو وأمي عالما بما كان ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة. الإمام لا تأخذه صغر أو كبر أو كذا، لا 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 أبدا، هو إمام مفترض الطاعة بأبي هو وأمي، يأتي إلى الدنيا وهو إمام مفترض الطاعة صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وإذا به بأبي وأمي قد غسل الإمام وصلى عليه ودفنه. ثم أن للإمام صلوات الله وسلامه عليه يا مؤمنين في الغيبة الصغرى بدأت متى؟ الغيبة الصغرى بدأت بعد وفاة الإمام العسكري صلوات الله عليه وسلم. هنا الإمام سلام الله عليه عين 4 من السفراء، أي العالمون الذين كانوا من خلص شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا وسيلة اتصال بين الشيعة وبين الإمام، لأن الإمام غاب الغيبة الصغرى 75 سنة. هذا الغيبة الصغرى بأبي هو وأمي. لاحظوا، السفير الأول في الغيبة الكبرى عثمان بن سعيد الأسد، هذا السفير الأول كان هو الواسطة بين الإمام وبين شيعته. الثاني أبو جعفر محمد بن عثمان ولده. الثالث أبو القاسم حسين بن روح. والرابع أبو الحسن بن علي بن محمد السيمهري. هذا آخر السفراء 4. الإمام قال له قبل أن يتوفى بثلاثة أيام: يا أبا القاسم، إنك بعد 3 أيام سوف تذهب إلى روح وريحان وجنة ورضوان، فاقرأ أبي وآبائي وأجدادي السلام، وبلغ الناس بأنه قد وقعت الغيبة الكبرى. قال: يا ابن رسول الله، وما عملنا في الغيبة الكبرى؟ قال: الصبر والدعاء. قال: لمن نرجع في حوادث أمورنا؟ اسمعوا يا مؤمنين. قال: يا ابن رسول الله، ولمن نرجع في حوادث؟ أنا أنقل الرواية حتى لا أحرف بها. قال صلوات الله وسلامه عليه، خرج من الناحية المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال الإمام: انظروا، يكلم من؟ السفير الرابع أبو القاسم، قال له: انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرم حرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإني جعلته عليكم حاكما،
وإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فكأنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك سواء. يعني من إلى من نرجع؟ إلى العلماء الفقهاء. الآن هم نواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في مشارق الأرض ومغاربها، رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين. الكتاب الثاني من الناحية المقدسة يقول: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، فإنه حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليه. اللهم صل على محمد. وهذا دليل قاطع صريح بأن مراجع التقليد هم وكلاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويرجع إليهم الناس الآن على اختلاف أذواقهم وعلى اختلاف وجودهم في بقاع الأرض. ملاحظة شديدة إخواني، لا تصير إحنا ليش نفوسنا شكل ضيقة صايرة. والله العظيم جاني كتاب، والله العظيم أنا بكيت منه، يعني ألما. هذه بادي فتاة تقول أنا خطبني شاب وكذا وجعفري ومن جماعة، أبوي رفض لأنه يقلد المرجع الفلاني. شنو هال شنو ضيقة النفس هذه؟ ليش الشكل يعني يا رجل؟ المراجع كلهم نور واحد، كلهم يدلون على مكان واحد، يدلون على الإمام، وإلى الله يدلون، وبأمر الله يعملون إن شاء الله. لا ماكو تفرق بين المراجع يا مؤمنين، كلهم إن شاء الله مراجعنا وعلى رأسنا، وأيدهم الله وأطال الله في أعمارهم جميعا، سواء الذي طرح مرجعيته أو الذي لم يطرح مرجعيته، ها الجميع على رؤوسنا، رحم الله الماضين منهم. لا تصير النفوس ضيقة، أنت تقلد فلان وأنا أقلد فلان، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. يا إخواني، إذا هناك في بعض الاختلافات وهي قليلة جدا في المراجع، فلكل رأيه، وهذه رحمة للعباد. لا تصير الأمور ضيقة في صدورنا، والله أنت تقلد المرجع الفلاني أنا ما أزوجك، أو أنا ما لا ليش ليش، أو أنت تحمل الجنسية الفلانية أنا ما أزوجك. ليش حبيبي؟ من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح صريح. ليش هذه المسألة تكون ضيقة؟ يعني لو لهالدرجة ضاقت النفوس؟ والله عيب، يعني بصراحة والله بمعنى كلمة عيب أنه تضيق أنفسنا لهذه الدرجة. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، الآن السؤال الآخر: ما هي علامات ظهور الإمام صلوات الله عليه وسلم؟ طبعا هناك علامات صغرى وقعت، وهناك علامات كبرى سوف تقع، وهي ممهدة لظهور الإمام. واللي يحب يراجع كتاب عقيدة الشيعة للمرجع الأكبر، حاول معقول والمنقول، والذي عنده علوم البلايا والمنايا، أعني بذلك آية الله المعظم الحاج الميرزا علي الإحقاقي لأنواره صلوات عالية. هذا البطل الشجاع، هذا الذي هو أول من أطلق الشهادة الثالثة: أشهد أن عليا ولي الله في هذه الأرض الطيبة المباركة. ومنارة الصحاف لكل ذي عينين وقلبين وعينين يراها، فليذهب إلى تلك المنارة التي ما زالت كما هي منذ ذلك الوقت، حيث أن ذلك البطل الشجاع وقف وأذن هو بنفسه بصوته العذب الجميل، هذا العالم النحرير، وقالها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن أمير المؤمنين علي ولي الله. ومن ذلك اليوم بدأ الأذان بالشهادة الثالثة في هذه الأرض المباركة الطيبة. أسأل الله لنا ولكم فيها الأمن والأمان ببركة محمد وآل محمد صلوات الله. هذا البطل المجاهد رحمة الله عليه
عنده كتاب اسمه عقيدة الشيعة، إذا تحب تراجع كتاب جدا قيم، يتكلم فيه عن الإمام الحجة بتفصيلات جميلة، ثم أنه يتكلم عن علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول من علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أولا كثرة الفساد في الأرض، فساد والعياذ بالله، لا يخرج قائمنا آل محمد إلا بعد أن تملأ الأرض شنو؟ ظلما، فسادا، جورا. وهذا نرى ما شاء الله هالفساد الكبير، الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعياذ بالله، لا يخرج قائمنا آل محمد إلا وقد جف الجار جاره، وعق الولد أباه أو والداه، والخير يذهب للغير. ورسائل كثيرة تقول إحنا محرومين في البيت، والأبو هذا والعياذ بالله حاط له ما أعرف إيش يروح يصرف أمواله هناك، وإحنا نقول له عطنا، يقول ما عندي، يلا روحوا. ها، يذهب الخير لمن؟ للغير والعياذ بالله. فهذه إحدى العلامات من علامات ظهور الإمام الحجة، هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي نراه الآن. والكرة الأرضية أصبحت غرفة واحدة الآن، لو عطس إنسان في أقصى الشرق أصيب الذي في أقصى الغرب بالزكام بنفس الله. الذي في المغرب، أمير المؤمنين يقول، قيل له: ما علامات ظهور قائمكم آل محمد؟ قال: إذا كان في المغرب الذي في المغرب يرى الذي في المشرق في نفس اللحظة. صارت ولا ما صارت؟ ها؟ هذه الأقمار الصناعية اللي جاي تنقل هالأحداث في ليل أو في نهار. أنت قاعد الآن قدامك هذا الستلايت في 4000 محط، ناس عندهم ليل، ناس عندهم نهار، ناس عندهم ظهر، ناس عندهم عصر، ناس عندهم كذا، وهذه المحطات تنقل وأنت على اتصال مباشر معهم. التطور التكنولوجي هذا اللي حدث كله تكلم عنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم اسمع من علامات الظهور: لا يخرج قائمنا آل محمد إلا تبتلى الناس بالدائين الأحمر والأبيض. قيل: يا ابن رسول الله، وما الأحمر؟ قال: كثرة القتل والدماء والحروب والسفك الدماء الحرام الآن. وجاي تشوفون هالحروب هالقشرة هذه اللي صارت، ها، من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية إلى ما يجري الآن من هذه القتل والدمار في كل مكان والعياذ بالله. فالأحمر قال: كثرة الدماء وكثرة القتل. قيل: يا ابن رسول الله، وما الأبيض؟ قال: ابتليكم الله بكثرة الأمراض. ها، الآن كل ساعة طالع عليك مرض فتاك يحصد النفوس حصدا، مرة إيدز ومرة إيبولا ومرة إنفلونزا الخنازير ومرة الطيور ومرة الدجاج ومرة الأسماك ومرة ما أعرف إيش ومرة والعياذ بالله السرطان ومرة السل ومرة ها، وأمراض تفتك بالعالم فتكا ذريعة. هذا صريح كلام الإمام: يبتليكم الله بالأحمر والأبيض، أي كثرة سفك الدماء والأمراض والعياذ بالله. فهذه إحدى علامات ظهور الإمام الحجة. من علامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف رايات اليماني. اليماني يخرج من اليمن وهو من أنصار الإمام الحجة، يأتي إلى مكة المكرمة تقول الرواية، فتكون تحت يديه، مكة والمدينة تكون تحت يديه، وهي أحدى تمهيدات خروج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من علامات ظهور الإمام الحجة السفياني يخرج من وين؟ من الشام برايات سوداء ومعه خلق كثير، تقول الرواية، فيسيرون لمن؟ لملاقات وحرب اليماني في الحجاز، ولكنهم إذا وصلوا إلى مكان معين يأتيهم خسف في البيداء. هذا إحدى علامات ظهور الإمام، أنه يكون خسف في البيداء، أي أن هذا السفياني هو وجيشه وجميع من معه تنشق الأرض فتبلعهم عن كليتهم، يسمى خسف في البيداء، وفي التحديد في الضبط كما في الروايات في وادي نجد، يكون هناك خسف في البيداء. من علامات ظهور الإمام الحجة
خروج الشمس من مغربها. والآن إذا بالواتسابات وبالمعرف إيش موجود أن الآن هذول وكلاء وكالة ناسا علماء وكلاء وكالة ناسا يقولون بأنه اقترب موعد انقلاب كوني سوف يحدث لا محالة، أن هناك نتيجة لتضاقط الكهرومغناطيس مع تضارب الجاذبة بأن هناك سوف يكون انقلاب لمدة يوم واحد تنقلب فيها موازين الجاذبة فتخرج الشمس من مغربها وتغيب في مشرقها. هذا الآن وأنا موجود معاي، اللي يحب راح أطلع عليه راح أخليه يطلع على هذا موجود معاي ها يطلع على ذلك من وكلاء من علماء وكالة ناسا أكبر علماء الفضاء. فخروج الشمس من مغربها وغيابها في مشرقها، وهذا من الولاية التكوينية لأهل البيت. وأهل البيت عندهم ولاية تكوينية. شنو الولاية التكوينية؟ أهل البيت يتصرفون في السماء وفي الأرض، ولكنهم عدول أهل البيت، ما عندهم يقولك والله أنا أتصرف على كيفي كذا، لا. ولكن هذه الآية لا تظهر إلا لإمام مفترض الطاعة يريد الله أن يلزم العالم بأكمل الحجة بأن هناك من انقلب الكون هذا الانقلاب إلا لأجل هذا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من علامات ظهور الإمام قتل النفس الزكية. تقتل نفس لأهل البيت تسمى النفس الزكية بين الركن والمقام ظلما وعدوانا. من علامات ظهور الإمام الحجة أيها المؤمنون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء، والقرآن واضح ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فنزول المسيح ويتشرف المسيح بالصلاة خلف الإمام الحجة لأن الإمام الحجة أعلى منه صلوات الله وسلامه عليه وحجته عليه، فهو يتشرف بالصلاة في الكعبة المشرفة خلف الإمام الحجة. من علامات ظهور الإمام الصيحة، صيحة جبرائيل. جبرائيل له ثلاث صيحات، صيحتان وقعتا وصيحة سوف تقع. أما الصيحتان اللتان قد وقعتا من جبرائيل، الأولى لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا بالفقار، هذه صيحة وقعت. الصيحة الثانية التي وقعت من جبرائيل لما ضرب أمير المؤمنين على رأسه من ذلك أشقى الأشقياء، قال تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل الإمام أبو الأئمة النجبة، قتله أشقى الأشقياء. هذه صيحة أيضا وقعت. بقت له صيحة ينزل تقول الرواية على جبل أبي قبيس ويصيح صيحة عظيمة تسمعها الدنيا بأكملها من السماء الأولى من السماء السابعة فالعرش فالكرسي إلى ما جميع المخلوقات. ما هي الصيحة؟ خرج قائم آل محمد. فهذه الصيحة هي من علامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من علامات ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكرنا تقريبا هذه أكثر العلامات التي أنا قد يعني ركزت عليها، وإلا في علامات أخرى، ولكن هذه تكون العلامات تسمى العلامات الكبرى. طيب السؤال الآن، ما هو دورنا نحن في زمن الغيبة؟ الإمام الحجة الآن أثبتنا أنه شخصية عالمية أو فكرة عالمية، واحد. اثنين، أثبتنا بأن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بالدليل القاطع بالقرآن وبالحديث أنهم أئمة حق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة، أن الإمام الحجة هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا بنص الحديث والآيات الشريفة. أربعة، العلامات التي تكون في آخر الزمان
لظهور الإمام تمهيدا لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال الرئيسي: ما دورنا نحن المؤمنون في هذا الزمن زمن الغيبة؟ أولا يا مؤمنين الصبر الصبر، هذا واحد. اثنين انتظار الفرج، أفضل أعمال أمتي شنو؟ انتظار الفرج. ثلاثة كثرة الدعاء يا مؤمنين، أكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو القائل بأبي هو وأمي. أكثروا من الدعاء لتسهيل الفرج والمخرج، فإنه تسهيل لكم لمخرجكم ولأموركم أنتم. وثق واعتقد الإمام، مع ملاحظة شديدة أيضا، من علامات ظهور الإمام خروج قواد الإمام صلوات الله عليه. الإمام قاد 313 قائد للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وفي روايات مدققة يعني ممحصة شوية غريبة والله لكن أذكرها، تقول بأن أغلب القيادات التي تظهر للإمام الحجة القوات، يعني هذول الذين يكونون على رؤساء الجيوش ولا أصحاب الإمام كثروا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تقول الرواية بأنه حتى إذا مات المؤمن قام الإمام على قبره وهو يقول: قم يا فلان ابن فلان فإنك من ناصرينا. وفي الدعاء دعاء الهدى أنا ذكرت لكم قبل كم ليلة: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتزرا كفني شاهرا سيفي ملبا دعوة الداعي. فهذه ليس أنك إذا أنت حالا بيني وبين الإمام الموت، إن شاء الله إذا أنا نيتي خالصة مع الإمام وعندي صدق مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومحافظ على إمامة الإمام بالقول والفعل والعمل، مو أنا أقول والله أبي أكون من قوات الإمام وأبي أكون من أنصار الإمام وأنا كذاب وأنا أذهب إلى أعراض الناس ولا أخذ في أموال الناس وأنا وأنا وأنا، وين 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 أنصار الإمام؟ ما نصرت الإمام أنت، والله خذلت الإمام، أنا بطريقتي هذه أخذل الإمام. ها، لأن في الروايات أعيد وأكرر أن الأعمال تعرض على الإمام الحجة خصوصا في ليلة الجمعة، تعرض أعمال المحبين أعمال الشيعة على الإمام، فإذا رآها في زين استر الإمام صلوات الله وسلامه. أما إذا والعياذ بالله وويلاه مثلي وأمثالي العصاة، ها، وإذا بالإمام يحزن قلبه، لأن الإمام يريد لك الخير، يريد لك أن تكون في النور. الإمام سلام الله عليه يريد للجميع أن يكونوا في قمة النور، فالإمام سلام الله عليه يقول: اكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإنه تعجيل لكم ولفرجكم. احنا كلنا عندنا هموم غموم، عندنا أشياء. فأكثر قواد الإمام بالجغرافيا الآن المكتوبة في إندونيسيا، يخرجون من إندونيسيا هذه، ها، تقول الرواية يأتون من كل مكان، طبعا قوات جيوش الإمام من كل مكان، منهم حجر بن عدي هذا البطل، والراية تكون بيد من؟ تعلمون راية الإمام الحجة بيد من تكون؟ بيد أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية يأتي إلى قبره فيتفجر، لأن الإمام الحجة وين يظهر؟ في مكة بأبيه وأمه. تحجز هناك حوادث معجزات كثيرة، الوقت يخوني الآن. ثم يقوم الإمام بأبيه وأمه بالذهاب وين؟ إلى كربلاء المقدسة، وإذا بالنداء من داخل القبر: ولدي إلى الآن لم تأخذ بثأري. تقول الرواية فينفجر قبر الحسين، تخرج يدا مبتورة الإصبع وفي يده عبد الله الرضيع مقطوعا رأسه. يا ولدي إلى الآن لم تأخذ بثأر هذا الرضيع. ها، هذه ليلة كئيبة على الإمام الحجة. أنا أقطع، وإن شاء الله الله يجمعني وإياكم بمناسبات قادمة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد لكي نكمل هذا البحث الكبير الشيق العملاق، ولكن ما أحب أن أشق عليكم أكثر من ذلك. ولدي إلى الآن لم تأخذ بثأرنا. هذه ليلة كئيبة يا مؤمنين على أهل البيت، هذه ليلة في صبيحتها دفن الحسين وآل الحسين،
بعد أن بقوا 3 أيام على رمضاء كربلاء. ها؟ نساء بني أسد خرجت في اليوم 13، صبيحة اليوم 13 راحت تسقي الماء، تريد أن تروي القرب من على المشرعة، ولكن لفت بالهم رأوا طيور خضرا تظلل على جثة بطل عملاق نايمة على المشرعة. رأوا إذا ذلك البطل العملاق له هيبة، ووقفوا محتارين، وهذه الطيور تصعد وتنزل عليه. تقول الرواية قالت إحداهم: لعلها إحدى آثار مجزرة كربلاء، دعونا ننحدر إلى الوادي. انحدروا وإذا هذا نائم على يمينه، هذا على شماله، هذا مكبوب على وجهه، حتى وصلوا إلى جثة أعلاهن نورا ذات هيبة كبيرة، تحيروا أمامها ما يفعلون. تقول الرواية قالوا: احنا وقوفنا هنا ما نقدر نصنع شيء، فلنذهب الى الرجال تتبادر لدفن هذه الجثث الطواهر الزواكي. فذهبوا يحثون التراب على رؤوسهم. نساء بني اسد يضربن الصدور، يلطمن الخدود، وهن ينادون: وحسينا. يا رجال بني اسد، ألكم جلوس وحسين وآل حسين لم يدفنوا الى هذه الساعة؟ تقول الرواية فتبادرت الرجال، ذهبوا ولكنهم محتارين يا مؤمنين، يقفون على الجثث المقطعة لا يعلمون لمن، لأنها جثث بلا رؤوس. ها، القبائل تنازعت على الرؤوس في مثل هذا اليوم. لما قطع رأس الحسين يوم عاشوراء، عمر بن سعد أعطى رأس الحسين لمن؟ لخولة ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه. قال: روح بشر عبيد الله ابن زياد بأننا ذبحنا الحسين وهذا رأسه. هذا وين ربط رأس الحسين؟ في لبانة الفرس، وكلما تحرك الفرس ضرب رأس الحسين برجله. ها، الله وكيلك من كربلاء إلى الكوفة، وهذه الفرس تضرب رأس الحسين برجلها. 72 مصيبة فقط على رأس الحسين. طيب، وصل منتصف الليل، أخذ رأس الحسين وضعه في أجانة. اسمع، وضع رأس الحسين في أجانة، غطاها، راح آوى إلى زوجته، عند زوجة طيبة مؤمنة اسمها النوار. قالت: من هذا؟ قال: أنا. خولة: ابشري. قالت: وبما أبشر؟ قال: إن رأس الحسين في بيتنا. قالت له: الحسين ابن فاطمة؟ قال: بلى. قالت له: الحسين ابن علي ابن أبي طالب؟ قال: بلى. قالت: سود الله وجهك، والله لست لي بعلا، ولا أنا لك زوجة، ولا جمعتني بك وسادة، أين رأس الحسين؟ قال لها: دونك، إنه بالأجانة عند التنور. هذه رهت. تقول ذهبت وإذا بها ترى موكبا ينزل من السماء به من النساء. تقول رأت أربع، هي من رأت هذا الموكب، هذا النور، وقعت على الأرض، عينها تشوف. ها، تقول وإذا أربع من النساء كل واحدة تأخذ الرأس الشريف، تمسح الدم والتراب عن وجهه، تقبله، تعطيه الأخرى، إلى أن وصل الرأس إلى واحدة أعلاهن نور. أخذت الرأس الشريف، ضمته إلى صدرها: ولدي ذبحوك، ومن الماء منعوك. فبني أسد وقفوا محتارين مؤمنين. ها، وقفوا محتارين، ما يصنعون. طيب، طبعا في وصبيحة هذا اليوم وصل الموكب وين؟ هلا يفوتني هذه نقطة مهمة. وصلوا وين؟ إلى الكوفة. في الكوفة، أنقل لك هذا الحدث وأرجع مرة ثانية إلى تفصيل المصيبة. ها، في الكوفة أول ما دخلوا وين وقفوهم؟ وقفوهم في خربة، الناس تتفرج عليهم. تبادرت العشائر، أنتم عرب أهل غيرة، ها، ما تسمحون بأهليكم أن يسبون. تبادرت العشائر إلى عبيد الله بن زياد: يا ابن زياد، قتلت رجالنا، لا سبيل لك على نسائنا.
والله إن لم تطلق النساء الآن سوف نعمل عليك حزبا نقاتلك. خاف بن زياد قال دونكم نساءكم. يلا روح. جاءت قبيلة ابن الرياح، الرياحيين أخذوا. أين النساء الرياحيات؟ خرجنا. جاءت قبيلة بني أسد، أين النساء الأسديات؟ خرجنا. وكل قبيلة تأتي تنادي عشيرتها، أبناءها، بناتها، مؤمنين إلا زينب، مؤمنين إلا عقيلة الطالبيين. وين واقفة؟ الطالع رأس الحسين. تبي الحين واحد تقول تعالوا يا بنات بني هاشم يلا طلعوا، ها؟ يلا يا بنيات آل الرسول. لا والله ظلت لوحدها هي وأخواتها والبنات الهاشمية. والله منظر يدوم من قلب، والله عبرة مرحومة، ها؟ والله منظر يدوم القلب. وين راحت؟ راحت إلى رأس الحسين تقول له خويا كل من إلها وليان جوها جوها يا صاحوا باسمها وطلعوا ومن عيد الأعادي خلصوها. أبو علي بس والله بس زينب أهلها تعذروا. طيب بني أسد احتاروا. يقول بينما هم كذلك وقد وضعوا المراصيد خافوا من عيون ابن زياد إذ جاءهم رجل قال يا ويلكم قد جاء لكم رجل فارس. تنحوا عن الجثث، تنحوا وإذا بهذا الرجل قد جاء. قال وما اجتماعكم؟ قالوا نتفرج على الجثث، احنا نشوف. قال اصدقوني قولا. قالوا والله جئنا لندفن هذه الجثث ولكن لا نعرف لمن هي. احترنا في أمرها. من أنت؟ فتح اللثام قال أنا إمامكم زين العابدين. ها طبعا من طريق المعجزة جاء الإمام زين العابدين عليه السلام. ثم قال يا بني أسد هل لي من بارية عندكم؟ جاءوا له ببارية وإذا به قد جمع بها أوصال أبيه الحسين مقطعا قطعة بعد قطعة. يقول بنو أسد فلما اجتمع ذلك الجسد المقطع على تلك البارية قام الإمام، اسمع، قام الإمام يلتفت يمينا وشمالا يقول يبحث بالتراب هنا وهناك. يقول دققنا النظر وإذا به يخرج خنصر الحسين، إصبع الحسين. هذا جاء أحد السلاب الجمال، الجمال جاء حاول أن يستخرج ذلك الخاتم من إصبع الحسين، جمد عليه الدم ما استطاع، أخرج خنجرا فقطع إصبع الحسين. زين العابدين أخذ هذا الخنصر وضعه معه ثم أنه حفر وإذا بقبر مقبور ولحد ملحود. قالوا أنعاونك؟ قال لا، إن لي من يعاونني على أبي هذا. حمله فوضعه في قبره ثم أهال عليه التراب وكتب بإصبعه الشريف هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب المقتول ظلما وعدوانا. والله لف أبوه بارية شلون لا صبر ثبات. وصاح يا ابويا ريت الموت يعدم من الحياة ولا اشوفك معفر بتربانها. زينب تقول له يا ابويا عادة اللي يضعون بلحده يخلون على الترب خده، شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده؟ قالها خليت على النحر على التربان نحره وخليت يمه شفينه وعبد الله الرضيع على صدره. فلما دفنه يقول بني أسد قمنا رأينا الإمام ينادي وإمامه وأخاه وأخاه وحزام ظهره. أردنا أن نعرف وإذا به ينادي يا بني أسد يا بني أسد حطوا الأكبر يا أمبو هذا اخوي حزام ظهري ويا انا اخو هذا اللي غبر وجوه الحارب
هذا زلزل بالحرب كل ابطالها الى ان صار هنا خلوا دفنتهم جميع بس خلوا مفرد ابن ظاهر حبيب اطلق الدنيا وحظها بجنانها. يقول فدفن علي الاكبر عند رجل ابيه دفن الاصحاب واهل البيت في حفرة واحدة دفن حبيب. ثم قام الامام هو يعلم ولكن تأثير بالمصيبة قال يا بني اسد هل بقى احد ما دفنناه؟ قالوا بلى بلى بطل على شاطئ الفرات باقي بطل بطل ها راح قلبك ود قلبك اذا عندك حاجة عند ابو فاضل ودها هذه الليلة اذا في قلوبكم شيء ودها عند ابي الفاضل. ذهب الامام يرفل بقيده يقول له تقعد يا عمي وشوف قيدي تقعد يا عمي وشوف قيدي بالسلسلة الورمة جيدي اويلاح راحوا هل من ايدي انا والله لنصب المهتم يوم عيدي والله لنصب المهتم يا 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 معيدي. دفن عمه ابو الفضل العباس وشكرهم الامام ورجع رجع في اخر النهار عمامته منهدلة الغبار على وجهه الغبار على ثيابه. زينب افتقدته اين ذهب السجاد ها تربى عيونها بينما هو كذلك واذا بالسجاد غد اقبل قالت اين كنت يا عمه طوال اليوم نحن نبحث عنك. قال عم عظم الله لك الأجر فقد دفنت أبي وأهل بيته. قالت إلى الآن لم يدفن أبوك رحمك الله يا ابن عطية اتقف وياي ها تتكلم على لسان زينب. صاحت بالله نجدك ماي شربت يا دفايا بخيت قلبه لو دفايا تحسن عطشا بالله يا دفانني ايش تكرد علي عطشان اخويا لو شرايب قطرة مية يوم رشيته جان رشيت البنية بل جترد روحه ترايا وما تلفى ظمآن قد ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصم لذاب. يا الله إخواني الأخ إن شاء الله سوف يكمل ولكن كثير من المرضى اللهم شافهم وعافهم. يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء رحم الله والديكم دعاء للحاجة أم ناصر الحداد مريضة تسألكم الدعاء إلهي يا الله شافيها وعافيها. دعاء للأخت إن شاء الله أو الأخ ربيع ندعو له بالشفاء بمحمد وآله الأتقياء أيضا ودعاء أيضا للأخ عبيد عبد المحسن القطان اللهم شافه وعافه وشافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله ببركة محمد وآل محمد. أنا أستبيحكم عذرا في هذه الأيام إذا قليت أدبي أو أنني أنا قصرت في شيء العذر من الله وإليكم وإن شاء الله دائما أراكم في مجالس الحسين بحق محمد وآل محمد وأسأل الله لي ولكم القبول ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لو بيدي يا حين كنت ظلمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك وبيني صوت الموت